رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. بما أننا موجودين احنا في مدينة خرفكان، في هذا التغيير راح نتكلم عن بحر اللؤلؤية، من الأماكن الجميلة في مدينة خرفكان، فلنتابع. تتميز منطقة اللؤلؤية التابعة لمدينة خرفكان بإمارة الشرقة بموقع فريد تربطها عدة طرق بالفجيرة من ناحية الجنوب والشمال، ويحتضنها البحر من الشرق ثم سلسلة من الجبال الشاهقة في الغرب. تأتي تسمية منطقة اللؤلؤية من كلمة ولاية، لأن فيها زرع وتمر ونخيل، وأصبح الناس يخففون الاسم فيقولون اللؤلؤية، وقد أسماها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة اللؤلؤية، وأصبح الاسم الرسمي لها. تتميز المنطقة بشاطئ هادئ لا تضربه الأمواج، ما يدفع الناس من كل مكان إلى زيارته رغم بساطته الشديدة. شاهدنا هذا التقرير المشاهد الكرام اللي يتكلم عن بحر اللؤلؤية، طبعا الأماكن الجميلة جدا في مدينة خرفكان، واليوم احنا متواجدين طبعا في مكان بعد بحر، خلينا نقول اللي هو عكرنيش خرفكان. نعم. جدا الأجواء جميلة مريم. طبعا منطقة اللؤلؤية منطقة جميلة يعني تابعة لمدينة خرفكان، يمكن أيضا بحرها ممتد من بحر مدينة خرفكان، يعني هو قريب منا حاليا. نعم. فهذه الأجواء يعني مش بعيدة عنكم مشاهدينا، أيضا البحر يعني تمتد فيه الرمال بمسافة طويلة بحيث أن الواحد يقدر يقعد على رمالها. أيضا ممكن ينزل لي البحر، يعني طبعا أكيد ما يغيب عن الجو الجميل في منطقة اللؤلؤية اللي تابعة لمدينة خرفكان. نعم. الأجواء جدا جميلة اللي ممكن تتيح للسياح أو لأهالي المنطقة أنهم يستمتعون في بحر اللؤلؤية. نعم. طبعا بعد بحر اللؤلؤية مشاهدينا ننتقل معكم إلى تقرير التالي اللي يتكلم عن المداخن الفخارية، اللي هذه المداخن اللي ما زالت صامتة حتى يومنا هذا بالرغم من تطور الزمن والتغييرات اللي حصلت. خلينا نتابع هذا التقرير وراجعين معكم لمجلتنا الصباحية. تعتبر المداخن الفخارية المصنوعة من الطين من أقدم الصناعات التقليدية في الدولة، وتشكل رابطاً بين التراث الإماراتي المعاصر والقديم، بالرغم من قدمها وأهميتها في تلك المرحلة، وحتى الآن تباع في الأسواق الشعبية في الدولة. تتعدد أحجام المداخن على حسب رؤية الصانع، فمنها الصغير والمتوسط والكبير، ويتفنن بعضهم بتشكيل الحواف الأعلى للمداخن التي تكون بشكل مموج أو مسطح عادي ودائري، وتتكاثر الطلبيات على المداخن الملونة، فقديما تميزت باللون الذهبي والفضي، أما الآن يفضل البعض الملون التي يضاف عليها بعض النقوش البسيطة. تتميز المداخن الفخارية بنوعية الطين المستخرج من المنحدرات والقمم الجبلية، كما تكثر صناعتها صيفا بسبب الحرارة التي تساعد على جفاف الفخار سريعا قبل دخول الفرن. أكيد تابعنا مشاهدينا هذا التقرير الجميل نتكلم عن المداخن يا عقوب. أكيد المداخن شيء من الأشياء يعني رمز تراثية. رموز التراث الإماراتي. نعم. نتكلم عن المدخن وأهمية العطور بالنسبة لنا والتطيب، دائما الشعب الإماراتي يحب التطيب، يحب ريحة العود، ريحة الدخون. نعم. فنلاحظ أن المدخن ما زال مستمر في حتى وقتنا الحالي، ما نستغنى عن الدخون والمدخن. نعم صحيح، يمكن مستمرة هذا الديزاين اللي شفناه، الديزاين القديمة ليومنا لنا. نعم. صحيح.
فجدا جميل احنا نحافظ على تراثنا حتى ننقل هذا التراث للأجيال القادمة. مريم جميل جدا تراثنا، لابد ان احنا نحافظ عليه، لابد ان احنا نفتخر فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا الحين مشاهدينا الكرام راح ننتقل لفقراتنا الخاصة بإعادة التدوير، خلونا نتابع. اليوم راح نعمل سلة متعددة الاستخدامات، ممكن تستخدمها ست البيت في غرفة النوم أو المطبخ أو في أي مكان من البيت. المواد اللي راح نستخدمها كرتون وجرايد، الخشب الخاص بالشواء، راح نحتاج مقص مشرط، وراح نحتاج مكبس، راح نحتاج غراء أبيض، وراح نحتاج اللي هو السيليكون للتثبيت. أول شيء بدنا نعمل القاعدة. هلا بعد ما خلصنا كل التكس اللي حطيناها بدنا نعمل النسيج بالجريدة. هلا احنا خلصنا هذه المرحلة لهون، جهزت انا وحدة جديدة انهيتها، وممكن تخليها ست البيت بهذا الملمس اللي هو بالملمس الجريدة، او انه ممكن تضيف عليها اي الوان، وصارت هلا هيك جاهزة للاستخدام. شكرا لمتابعتكم. شاهدنا هذا التقرير المشاهدين الكرام اللي يتكلم عن إعادة التدوير، يعني جدا مهم أنك تعيد أو تصنع شيء تالف أو نوعا ما يكون تالف، أنك تعيد تدويره، أنك تستخدمه في حياتك اليومية. جميل جدا مثل هذه الأفكار مريم. أكيد دائما نحاول نستغل الأشياء اللي حوالينا أو من الأغراض اللي حوالينا اللي إحنا ممكن خلاص ما صرنا حابين نستخدمها مرة ثانية، ممكن نشكلها بتشكيل جديد ونعيد نستخدمها بطريقة ثانية. نعم يعني صحيح. أنت مع هالأمور تحاول تستخدم الأشياء اللي حوالينك أغراضك؟ والله أبدا الصراحة ما فكرت يوم من الايام اني اسويها، لكن الحلو في اعاده التدوير خلينا نقول تطوير العقل يخليك تفكر دائما بالشيء، ممكن من لا شيء ممكن انك تصنع شيء، فهذا يطور مجال تفكيرك انت، دائما يخليك انت تفكر في خلينا نقول في التطوير في الابتكار، فجميل صحيح. جدا مثل هذه الامور. وايضا احنا نتكلم من جانب ان كيف تكون صديق للبيئه، بدال ما نرمي هذه الاغراض اللي قد تسبب لنا يعني بعض التلوثات في البيئه، في الهواء، في غيرها، ممكن احنا نستغلها باستغلال نستفيد منها في حياتنا. نعم. ممكن احيانا نصنع بعض البوكسات، انا والله حاليا يعني في المنزل احب اسوي هذه الشغلات يعقوب. جميل. يعني احاول اني بعض الشغلات استفيد منها اني استخدمها ك ممكن بعض الاشياء اللي يعني ممكن مخزنات اخزن فيها، ارتب فيها بعض الامور، فحلو ان نستغل هذه الاشياء بدل ما ان نرميها. صحيح، حتى ممكن في بعض الاحيان نستغل خلينا نقول الاطفال، بما ان اشوف قدامي اطفال ممكن ان في شغلات معينه ممكن يخليها يصنعون منها شيء. صح. الاطفال هني انت مثلا تغرس فيهم التعليم، تغرس فيهم ممكن التفكير، دائما وابدا هم الاطفال فئه مهمه جدا في المجتمع. أكيد. فلا بد ان نحافظ عليهم ولا بد ان نطورهم في كل المجالات، واعاده التدوير هاي ممكن فرصه لتعليمهم مريم. اكيد. نعم. احنا دائما لما نعلم الاطفال في هذه في هذا العمر الصغير اكيد يغرس هذا الشيء معهم يكبروا معه. طبعا يعقوب وصلنا معكم مشاهدينا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم وجلتنا الصباحيه المتنوعه بفقراتها، نتمنى انكم استمتعتوا معنا من مدينه خرفكان من هذه الاجواء الجميله وهذا الجو المنعش. نشوفكم ان شاء الله في الغد في حلقه جديده وفقرات منوعه، ومع السلامه. وتقبلوا تحياتي يعقوب يوسف والى اللقاء.